السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله في بث مباشر بعد دقايق إن شاء الله هيبقى على القناة التانية، لأن القناة دي لسه ما دخلش في موضوع البث المباشر، ما تفعلش عليها لأن ما جابتش 1000 مشترك ولا 4000 ساعة مشاهدة. مش لازم 4000، بس ما جابتش الاشتراكات اللي تفعل بث مباشر من على التليفون. فإن شاء الله أنا هسيب لك في الوصف تحت، إحنا كنا عاملين قناتين، واحدة أساسية وواحدة احتياطي، الاتنين اتقفلوا لأنهم كانوا مربوطين ببعض. تمام؟ انا دلوقتي عملت 3، كل واحده منفصله عن الثانيه عشان لا قدر الله لو حصل حاجه في واحده نعرف نتواصل مع بعض. تمام؟ يبقى انا عندي كده 3 قنوات، هسيب لك الوصف في الوصف تحت اللينك بتاع كل واحده، هتدوس عليه هيفتح على اليوتيوب، تعمل اشتراك وتفعل الجرس على الكل عشان يوصلك كل حاجه جديده ان شاء الله، كل يوم كل يوم ويوم بس مباشر اي فيديوهات هنعملها جديده، الدوره اللي احنا قلنا عليها بس لما القنوات تزيد شويه بحيث ان الكل ينتفع، لان في ناس كتير بتقول لي بندور على القنوات ما بنلاقيهاش، فانت هتدور وهتلاقي الفيديوهات ان شاء الله القديمه كلها بنزلها والجديد وكل حاجه ان شاء الله. السلام عليكم.